اليوم باش نتناولوا موضوع مهم اللي هو لجيان وصحة الفم والأسنان. هذاك علاش تحضر معنا الدكتورة دكتورة الأسنان نسرين دحماني. بونجور. بونجور. رمضانك مبروك دكتورة. عايشك رمضانك مبروك ورمضان الناس الكل التونس الكاملة مبروك. خليك عايشك. دكتورة سوجي تخي امبورطون سورتو في شهر رمضان. لجيان نتاع الأسنان. أوي. أول حاجة حبيت نموهلها معناتها أنه إحنا في رمضان برشا مشاكل تصير معناتها للمريض وبرشا حوايج يتعرض لها للمريض، من أهمها اللي هي موفيز جيان معناتها موفيز لين الريحة الريحة المشومة في الفم. عندنا الشيح متاع الفم برشا خاطر بالنهار والواحد ما يشربش في الماء، والأكثر حاجة اللي هو السنين تحير علينا الكل وجايع السنين والتسوس الكل كيبان علينا. من أهم الأسباب اللي هذي معناتها اللي تخلينا شيء هذي إنه إحنا معناتها أول حاجة اللي هو معناتها الفكرة الغالطة والمعتقدات اللي عنا الناس الكوليكا إنه هو don't freeze، إنه هو يفطر. هذيك من أهم المشاكل. باركونت اللادي ما ننصح المريض إنه هو بالعكس، حكم احنا نهار كامل معناتها ما ناكلوش وما نشربوش الفم تلقاه شايح، ما فهمش ماستيكاسيون اللي هي باش تعاوننا على تنظيف الفم بطبيعته. الساليف ينقص من الفم معناتها الريقه تنقص من الفم الكوليكا اللي هو زيد دوره باش ينظف لنا الفم ينقص كومبليتمون. في اللي هذا معناتها يلزمنا ونحرصوا على الغسل سنينا، نحرصوا على استعمال معناتها لي بامبوش اللي هو متمضمير هذاك باش ينقص لنا زيد الروائح اللي نشوف. هما ما يفطروش دكتور، ونأكدوا انه هما ما يفطروش حتى حاجه ما نبلعوش فيها ما تعداش على الريق. سي نورمال ما تفطرش معناتها حاجه معناتها ايفيدونت على الاخر ما تفطرش معناتها. للمشاكل الاخرى اللي هو معناتها المريض مين كيقدري موجوع ما يمشيش للطبيب. نفس الشيء لانه هو في اعتقاده انه هو البنج يفطر البنج يفطر. باركونتر ديما نقولوا انه البونج راه ما يفطرش، خاطر حاجه موضعيه موجوده جوست حد السنين معناتها ما تتعداش على الحلق ما تتعداش على الجريجم نتاعنا معناتها ما تفطرش معناتها. معنا علاش تخوفوا من طبيب السنين؟ وديما معناتها نلتجئوا له، بالعكس احنا طبيب السنين. عندنا مشكله اخرى احنا معناتها خلال شهر رمضان تقل علينا معناتها ما نقصروش من الحلو في التمر معناتها في الفطور اي في السهريه فهمتني ولا نزليبي انا مخارق برشا حوايج معناتها هذيك اللي باش يحير علينا معناتها. كان فما سوسه في السنين باش تتحير علينا، وكان فما معناتها حاجه باش تصير جديده معناتها هذوكم الكوليكا باش يكثر لي معناتها السنين باش تولي توجع فهمت. ديما نحاولوا ديما ننصحوا الباسيون ما فيها باس معناتها انه هو بالعكس يخسر سنيه. والغسلين راه مش احنا نقولوا غسلين معناتها حق كيما جاي معناتها الحكينا والبروساج دو دون عنده اصول وعنده تقاليد وعنده معناتها كيفه باش انت سنيك ما تحسهمش باش ما يتعبوش ولا ثبيتها ما تتقلقش معناتها. نشرح شويه معناتها ماذا بينا حتى طريقه الغسلين نتاعنا. دي بريفيرونس معناتها ديما الباسيون انه كي حق سنيه انه هو يفرق ما بين الفوقاني واللوطاني معناتها باش انه هو ياخذ حقه. السنين الفوقانيين ياخذوا حقهم، السنين اللوطانيين ياخذوا حقهم، ويلزمنا ناخذ وقتنا دكتوره في حكين السنين. أيوة. من اهم الاشياء ان هي معناتها حكين السنين راه يدوم تقريبا ما بين زوز وثلاثة دقائق معناتها الباسيون ياخذ وقته نورمالمون ياخذ وقته، يحاول انه هو معناتها المود نتاعنا تكون سيركيلير معناتها من اللثه وانتهابك للسنين شويه الفوق نفس الشيء من اللوطة. عندنا زيادة انه هو اللسان اللي هو كله زيادة حتى هو بطبيعته يشد لنا لي بكتيري ويشد معناتها الوسخ اللي كان ضيف ديما ديك القهوه. انا البروسا دون تقريبا تلقاها مكثريه معناتها تلقاها ان هي حاشه شويه من اللوطه، وبيان فما دي راتليت صغار سبيسيالمون لللونغ للوحده نظفوا به الوحده. تستعمل سين على الاقل مره في النهار ماذا بينا مره في النهار الغسلين فم كي نقولوا مينيموم دو فوا يلزم موجود معناتها مينيموم دو فوا يلزم يكون موجود. من الحوايج الاخرى زيد ما فيها باس الواحد انه يطلع على الطبيب السنين قبل كنترول يشوف كان فما ديكاري موجودين يداويهم. حوايج الاخرى زيد نطرق عليه اللي هو ديتار تراش اللي برشا عباد تعتقد انه هو ديتار تراش الكلمه المقاله
ما يصيرش لا قبل رمضان لا بعد رمضان، لانه هو يسبب في ترهيف السنين ويسبب في طيحان السنين ودخل خيل السنين. بار كونتر لا، ديما نقولوا راهو دي ترى تراش راه من برمي الحوايج اللي هي ضروريه وضروريه برشا، لان احنا بي هو نحافظوا على اللثه نتاعنا. انا احنا قاعدين نيفيتو نحو كل الكركير والطارتر هذيك اللي موجود في اللثه نتاعنا ورطحوا اللثه نتاعنا. كيف نظفوا اللثه بطبيعته هي نخلقوا ارضيه صحيحه للسنين نتاعنا، وطول السنين تبقى لاباس معناتها، لا سوسه تتكون، لا سنين تولي معناتها تمرضنا معناتها. ما فيها باس زيد احنا الواحد يحاول انه هو معناتها ماكله صحيه باهيه خلال رمضان معناتها يتجنب برشا الحلو على الشليل، يشرب برشا ماء خاطر شربان الماء معناتها في الليل برشا، في النهار يعوض لنا كل الريقه اللي موجوده في النهار كامل ونتفاداو الشياح نتاع الفم. داكوغ دكتوره، باش نختم معاك بالخيط نتاع السنين. خيط السنين من الحوايج لي زكسسوار اللي موجودين احنا ما عندناش عليهم فكره كبيره معناتها المريض، اللي هما معناتها بالحق معناتها يساعدونا على تنظيف ما بين السنين، اللي هو معناتها خيط سبيسيالمون مخلوق للسنين يتخذى من الفارماسي، يتخذى تقريبا معناتها 3 ولا 4 مليمتر، تدخله ما بين سنيك تنظف به الكوانات اللي ما تنجمش توصل لهم البروسادون نتاعنا وهذيك، ومعاه لي بامبوش. فما زيد اللي دي بروسادون دي بتيت بروسادون اللي انتقادون هذوكم يدخلوا ما بين السنين هذوكم اللي ما تنجمش زيد توصل لهم البروسادون وتنجم تنظف لك بالكدا وتيفيتيك الريحه المشومه من فمك. ميرسي بوكو دكتوره، شكرا على النصائح هذيا. كانت معنا دكتوره نسرين دحماني طبيبه الاسنان.